علي حيدر ويا اللي عم يطلع بالطابه بمواكبه كريم زينون لدوين جاكسون. اوبن شوت دوين راح ياخذها بقلبه الكبير مثل العاده، ما بخاف من شيء بقلبه الكبير، ما بهمه شيء، بياخذ شوطه عن 3 مع علي منصور عم يجرب يطلع بالفاست بريك السريع. علي 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 عم يروح على السله لكريم زينون باول محاوله ثلاثيه للنمبر 7. كريم زينون فريش لاكس على ارض الملعب، كريم زينون بطريقه رائعه جدا. مايك من جديد عم يقدر ياخذ الاتاب برا، ما بينترك، ما فيك تتركه لحاله، بيأذيك بوجعك، هيدا يلي عم يعمله. مازن منيمني رجع ليلعب على ميتشل، اكثر اللاعبين مزعجين على الصعيد الدفاعي، ما عم يقدر يزعجوا طوني ميتشل يلي عم يسجل ثلاثيته. مين رح ياخذ الشوطه وكيف رح تنتهي المباراه؟ علي منصور لا ويلي وورن، ويلي ويلي بقرر يدخل على السله، ويلي وورن ما بيسجل، والرياضه الى المباراه النهائيه لدور دبي.